وقبل ما اشوف التقرير. اتمنى من كل جمهور النادي الاهلي النهارده الحد، انا عندي الحد والاثنين وبعدين عندي مباراه الثلاث، هرجع بعد المباراه بالليل هبقى موجود الثلاث بالليل، وبعدين عندي الاربع والخميس والجمعه ومباراه يوم السبت يتوقف عليها حاجات كتيره جدا، مباراه سان داونز دي. فمن فضل حضراتكم خلونا نتوقف عن كل شيء الا شيء واحد فقط، مسانده ودعم الفريق خلال النهارده وبكره وبعده. هتقول لي ما هو احنا عندنا مشاكل، يعني هل في حد يطلع يقدر يقول لحضرتك ان احنا ما عندناش مشاكل؟ عندنا مشاكل، ولكن نقطه هنبتدي، او المدير الفني قال ان هو هيصحح هذه المشاكل، وبالتالي احنا دورنا ان احنا نقف في ظهر فريقنا، دورنا ان احنا نقف مع لاعبتنا حتى الوحشين منهم، حتى الوحشين منهم، ده دوري وانا هعمله وهفضل واقف ورا فريقي لان انا بحب النادي الاهلي. انا مش بحب النادي الاهلي عشان بيكسب، انا بحب النادي الاهلي عشان بيخليني دايما مبسوط، وهفضل في ظهر النادي الاهلي اساند وادعم، هو ده دوري ودي طريقتي. دي اتعلمته منين؟ من جمهور الاهلي. الحمد لله بشوف جمهور كتير في الشارع، بشوف ناس كتير بتشوفني او بالمناسبه انا بحاول مع جمهور الاهلي اقف في اي مكان او في اي حته، لو شافوني حتى لو سايق العربيه بقف عايز اسمع وجهات النظر. كل اللي بسمعه انه يجب المسانده والدعم، يعني اتغلبنا مباراه خلاص كان فاضل 5 مباريات هلعبها خلال الفتره اللي جايه، المباريات القادمه انا كلاعب انا حطيت ضغط على نفسي اكبر بكتير من ان انا كنت كسبت هذه المباراه اللي هي مباراه الهلال السوداني. عشان كده بقول لحضراتكم من النهارده او من دلوقتي نقطه ونبتدي نفكر في المسانده والدعم. هتقول لي ما احنا هو دورنا كده ان نساند وان ندعم ونشاور على الاخطاء فين، ونبقى متاكدين ان احنا عندنا اداره كوره شايفه كويس، جهاز فني شايف كويس، لعيبه بتقدر جمهورها. الناس والله العظيم الناس بعد ما لا يشجع النادي الاهلي بيتريق على الاهلي عشان اتغلبنا من ريال مدريد، والله العظيم ثلاثة انا بتكلم بجد. يعني تخيل حضرتك ان اول خساره بتخسرها مع كولر كانت قدام مين؟ قدام ريال مدريد. فبعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتريق على خسارتك من ريال مدريد. فانا يعني هل ده ينفع ترد على حد من دول؟ هل ينفع تطلع تقول لهم يا جماعه انتوا هو ما بيتكلموا جد ولا بيهزروا؟ انا ريال مدريد انا راسي يعني راسي براسه، يعني انا راسي براس ريال مدريد، بلاعب ريال مدريد عشان احاول اقرب منه اجيب بطولات واقرب منه واعديه كمان ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. يعني حاجات كتيره جدا، يعني انا لما بخسر من ريال مدريد في ناس تانية بتخسر من فرق في مصر. في الوقت ده تحديدا كنا احنا بنخسر من نادي الاهلي، كان بيخسر من ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم. هذه هي كرة القدم، كرة القدم كده. في أندية تانية برضو كانت بتخسر هنا في الدوري، وهذه هي كرة القدم بالمناسبة برضو. فاللي عايز أقوله يا جماعة خلوا اللي يقول يقول، والله العظيم ثلاثة خلوه بجد. لما حد بيجي يقول لي يا ابني أنتوا خسرتوا 4-1 من ريال مدريد بضحك أقول له أوكي برافو عليك هايل صح أنت عندك حق، المفروض ما أخسرش 4 صح، ده قصده يعني، لكن اخسر 3 من حد تاني عشان ابقى كويس، هذه هي الحقيقه يعني بالنسبه لهم. فكلام الحقيقه والله العظيم انا لما حد بيقابلني من اصدقائي من لا يشجع النادي الاهلي يقول لي يا عم بقى انتوا خسرتوا مش عارف 4 من فلامينجو و4 من الاهلي وبتاع والكلام اللطيف اللي بيتقال دلوقتي كده، بضحك واقول لهم اوكي شكرا تمام. لانه هل بجد هل في ناس بتوصل بالتفكير لهذه الدرجة؟
فالحقيقة عندنا أخطاء عندنا هنحلها إن شاء الله. المدير الفني هيحاول يحل هذه الأخطاء خلال الفترة اللي جاية. الغرض من اللي أنا بقوله ده كله إيه؟ إن إحنا على الأقل في هذا البرنامج، وأنا متأكد إن نسبة 90% من الأهلوية عايزة تساند فريقها أو هتساند فريقها وهتدعمه، وده اللي هيخرج النادي الأهلي من اللي حصل الثلاث أربع ماتشات الأخيرة. خسارة من ريال مدريد، أنا دلوقتي بتكلم كده ها اسمعوني، خسارة من ريال مدريد ثم خسارة من فلامينجو، تخيل خسارة من ريال مدريد وفلامينجو فماشي، بعد كده خسارة من الهلال. هنقف في ظهر فريقنا، هندعم فريقنا، هنساند فريقنا علشان مباراة أسوان يوم الثلاث اللي جاي. وبعد كده مهما كانت نتيجة مباراة أسوان من يوم الأربع، أو أنا آسف من يوم الأربع، هنقف وندعم فريقنا ابتداء من يوم الأربع اللي جاي عشان مباراة سان داونز.